احنا انا دوبي ديزاني دونك جي كومونسي بحكم خدمتي ديما في الاداره كل شيء دونك حاولت اني نخرج كي خرجنا للناتور وكل شيء دونك المدام اروى حكيت على كيفاش احنا نتلهو بصحه بدنيتنا دونك احنا جمعنا صحه البدن مع صحه الناتور معناتها اللي هي اللي هي مصدر الاساسي دونك ام معناتها المير ناتور التجربه كانت عندها تقريبا 11 ولا 12 سنه دونك بدينا بالفونداسيون تاع جروب اسمه ادرينالين مدى دونك ديكور دونك احنا عندنا المتسع ونفرغوا الادرينالين تاعو دونك بديت نحن في لي سيركوي روندوني بارتو دون في تونس كامله دونك بين هكا محتاج النرويس وسيديست حتى معناتها تقريبا لي كاب كل وكانت فكرة انه احنا معناتها نحاولوا انه نغرسوا ثقافه التوريزم كولتوريل والا توريزم معناتها السبورتيف في وسط في المجتمع التونسي خاطر احنا ريالمون احنا قبل ما كانتش احنا ثقافه كبيره برشا نتاع التوريزم معناتها كولينير والا التوريزم معناتها كوتوريزم بصفه عام دونك جيت من غاديك الفكره اوكي وبدينا بعدين نبدا نخلق في دي سيركوي مانيش الاولانيين اكيد معناتها الواحد باش يقول ديما راهو الفضل معناتها ثم البرشا عبيد اللي هما الرب سبحانه وتعالى لكن ثم برشا عبيد اللي هما قبل خذينا عليهم احنا المشعل وخدمه مزيانه على الاخر وبعدين بدات التجربه هكاك دونك بعدين بشوي بشوي بدينا ناخذوا اوكي احنا نعملوا في دي سيركوي روندوني في الطبيعه وتصديقا لقولك مدام اوكي ثم عبيد بالحق يمشوا سيركوي رغم ساعات احنا نحطوا راهو احنا نقولوا راهو سيركوي مثلا هذا ديفيسيل معناتها نحطوا اي شيء جريد معين ولكن تكتشف انه بالحق ثم عبيد وقت تعمل لي فور تحس اللي بالحق البدن ما يجاوبش وعندنا برشا معناتها عملوا دياغنوستيك واستفيري بالحق انه ثم عبيد اللي ساعات معناتها الروندوني ساعات يخرج لك معناتها كي تمشي تعمل ديجنوستيك البدن تفهم تفيق بالمستوى نتاع بدنك شنو هي المشاكل سيرتو ريبونس سيرتو ساعات يبدا مثلا خمول في 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 معناتها في السيركيلاسيون نتاع السانجين معناتها هو احنا ما نفيقوش بها قبل خاطر ريالمون حتى الواحد ديما باقت في البيرو نتاعو ما يتحركش لجور ويتحرك يفيق بالحاجه هذه بديت هكاك الحكايه توا احنا ريسامون بدنا نخلقوا في نغرسوا في الثقافه هذه عند الصغيرات بيتي جاني قبل ما نجيو للصغار انت ديجا بخلاف الجروب ادرينالين انت ديجا تبع فيديراسيون نتاع نتاع التريتلون عطنش نحكي لك دونك من روندوني مشينا للسبور اكثر اكستريم شوي اللي هو الكروس التريتلون والكروس تريتلون التريتلون هي شنو هي تجمع بين ثلاثه تروز اكتيفيتي كبار اللي هما اول حاجه الناتاسيون اللي هي كسبور اعز سبور ممكن معناتها الصغير ولا الكبير باش معناتها يعدل معناتها يعمل يخلق لك ديبر البدن ومع الناتاسيون معناتها البايك تو سكيب سيكل وكل شيء وثم الرانينج الجري وكل شيء دونك هذوما التجمع نتاع التروا سبور هذوما يخلي يخلق نوعا ما من ليكيليبر عند البدن ويخلي يلزمهم فيزيك كويس فوالا بالضبط هو سيتان سبور اكستريم شويه بحكم هو بطبيعته يربط بين ثلاثه معناتها تروا ثلاث انواع نتاع الرياضات اللي هي نوعا ما في مسافات طويله شويه واللي يقصوا دونك كانت الفكره من هناك ومشينا وتوليت انا مع تامبر في الفيديراسيون نخدم مع الفيديراسيون التونسيه دو ترياتلون وقبل خدمنا مع لينيون دي روندونير تونسيان معناتها عملنا دي سيركوي معناتها كيما هكا وخدمناها في شيره الهواريه وكانت اكسبيريونس اولى كانت مزيانه على الاخر هو اللي يعجبني انا في خدمتكم انا حضرت معكم في ميجا فيست تبع لونيون الاتحاد انكم ديما تجمعوا زاده مساله العقليه التوعيه بالاكتيفيتي سبورتيف الاهتمام بالبيئه وبالارض الام كيف ما قلت انت اللي هي مصدر كل شيء معناها سواء فيها ديزاكتيفيتي سبورتيف هارد مش هارد ناس قاعده تحوس وكهو ديما النوسيون تاع لازمك ديما تنظف تهتم بالشجره تهتم بالجانب هذاك زاده موجود معك خاطر هي مسؤوليه احنا معناتها انت ما تنجمش كما حكيت السبق تحكيت المدام شويه دونك هذا بدنك احنا نحكوا على بدن اكبر شوي اللي هو مصدر اللي هو يحتضن الناس كلها واللي هو ريال ماما هوش ترام تاعي انا ما وانا ما ترام تاع المجتمع ككل الناس كل دونك نجد احنا عملنا الوقت اللي زاكسيون تاع نيتواياج وعملنا شويه هكا مشينا معناتها البلايص معينين عملنا برشا توعيه حتى في المدارس وكل شيء ومنا في ليزاكسيون هذه الحمد لله وقتها كانت عندنا معناتها ان شاء الله معناتها كانت ثمر اكتيفيتي مزيانه على الاخر من العبيد وخدمنا معناتها في برشا بلايص في الجمهوريه التونسيه منها معناتها في بنزرت حتى للجنوب حتى للعين دراهم وحتى في ليزيفينمونات الكبار اللي نظمناهم تو نرجعوا لهم معناتها نجوهم بعدين
كم تاكسيون حتى في الـ في الـ في النتواياج، مش جست حتى انك تنظف وكاهو، لكن انك انت تعرف، انك تعرف زيد انت راهو مثلا البلاستيك عنده عمر معين في الناتير، راهو الحديد عنده كذا كذا، راهو البلار مش باهي في زون معناتها في روستير، وينجم مع السخان ينجم يعمل معناتها يعمل حريق وكل شيء. كانت نوع معناتها من التوعيه مزينه على الاخر، وثم تو تخلقوا جمعيات اخرين باقي نخدم في خدمه مزينه على الاخر، وان شاء الله نحن تو معناتها بعد كورونا مخنا شويه، خاطر كانت العبيد وقتها في بريود صعيبه شويه ما خرجناش، لكن عملنا ديزاكسيون بعد الكورونا بشوي، وبعدين تو باقيين نرجع. بخلاف انك تنظف ما يكفيش انك تنظف وكهو، زاد يلزمك انت زاد تغرس التشجير، صحيح في ديزاكسيون تاع التشجير، خاطر انت هي عندها بومون، واحنا نحاولوا فك اون اليمونت البومون تاعنا الناتير. وكانت برشا ديزيكزامبل مزيانين زي على الاخر، خدمناها وقتها ليزاكسيون في شيره زغوان مع لينيو دي روندونور تونيزيان، وخدمنا كيف كيف مع جمعيات اخرين في مكثر بعدك الحريقه كل شيء كسروا مكثر، وان شاء الله تري بروشان موتا وباقي لاكسيون مع تونكور اللي هي في برقو، وان شاء الله مع احنا شنو نسلم نحاولوا انه صوره الاشراف تكون اكثر معناتها واعيه، سيرتو اكثر من سوستي سيفيل، معناتها خاطر المجتمع المدني عنده نجم، عنده الطاقه الجسديه، ولكن ماذا بينا نحن لابوي نتاع هذوما صوره الاشراف بالماتريال وحتى بالتسهيلات في الرخص وكل شيء، وحتى بنوعيه الاشجار اللي تنجم تتغرس في بلايص معينين، وان شاء الله معناتها ان شاء الله مازلنا مواصلين ان شاء الله اكثر معناتها ديزاكتيفيتي. هو ثم الكشافه التونسيه قاعدين يخدموا ديزاكتيفيتي من نوع هذا في التشجير وغيره، اما كما قلت انت كيكون ثم تعاون مثلا بين الحمايه المدنيه اللي هما عندهم برشا معناها، سواء ان هما بيدهم كاشخاص اللي عاده يدخلوا في اوقات الخطر، لكن نجموا نعملوا حاجات اللي تحمي ولا تحسن، كما مثلا منطقه عند راهم بعد الحريقه اللي صارت لها الى حد الان الى يومنا هذا كي تتعدى كي تمشي، ومازال كي مشيت لها مؤخرا البلايص اللي صار فيهم الحريق مازال كي بدات ترجع وحدها وحدها، الطبيعه تتشافى وحدها وحدها، لكن كنا نجموا نعملوا ديزاكتيفيتي من نوع اللي نعاونوها باش تتشافى وترجع هكا الخضار هذيك الكل قاعده بلايص جهات تطلع فيهم هكا الشجرات هكا بدات ترجع، ساعات سبحان الله نفس الشجره تلقى شطرها محروق وشطرها اخضر، شطرها الاخضر قاعد يطلع والمحروق قاعد بشويه بشويه يتنحى، دونك كي يصير تعاون بين الجمعيات المنظمات كيف ما قلت انت الحماية المدنية الكشافة التونسية اللي جروب كي من هكاية خاصة العبادة اللي تحب انتوما ديجا الاتحاد عبارة على منظمة جمعية ولا حتى الجروب الاخرين زي حتى الجروب نتاع لي روندوني على قد ما ثم هكا اليد الجماعة والناس كلها عندها، خاطر اللي لاحظته انه العقلية هذه والحرص الكبير على الطبيعة موجود عند لي روندونور اغلب لي روندونور في تونس كلها بحكم ممارسة النشاط هذاك عليه يحب يحافظ عليها باش ينجم يلقى فيها المساحة. هي شوف شنو ما ترى هو الحريق في الطبيعة بصفة عامة هي ظاهرة صحية إذا كان ما انتشرتش بصفة كبيرة برشا، خاطر ثم ريجينيراسيون تاع الحياة تجديد يصير سبحان الله، يعني لازم تتهدم حاجات باش تتبني حاجات أخرى. أنت تو حكيت لي على عند راهم وكما على عند موس بلايص برشا قرب، بس معناتها بلايص احنا تو معناتها السنوات الأخرين كان ضرر كبير برشا، معناتها المشكلة أنه الغابة كي باش تغرس أنت ثم نمبر ديزاني معين ريسبكتير باش تنجم حتى انت تغرس فيها كل شيء، دونك خاطر ثمك الكميه تحشيكم تاع الرماد وكل شيء، دونك هذيك لازمها شويه وقت باش تنجم تحيد. دونك علاش احنا تو حتى مع اداره الغابات كي نعملوا زاكسيون تاع نتويه تاع تشجير لازم نشوفوا نحنا البلايص اللي نجموا ابت تو باش نعملوا فيها تشجير، دونك هذاك علاش. اما سي فري كو لازمنا معناتها نمبر كبير برشا ما شاء الله موجودين هما، اما تحسها مجهودات مشتته كل مجموعة تخدم لها حاجة. باهي نتعداو الأدرينالين توا، قداش عندكم من عام ما شاء الله انتم القدم تيجاني، انا مشيت معكم ميجا فيست في ذولي قداش من عام؟ شوف ادرينالين عنده تقريبا توا 11 سنه، ايه ما شاء الله عنده سنوات الميجا فيست تقريبا 11 سنه. والميجا فيست هي ادرينالين، هي جمعيه في صلب اليورتي الدنيا دي الاندونيسيا، الجروب الاخر اللي عملنا له فونداسيون احنا معناتها اللي هي نتاع تسكي تنظيف اسمه ذا كلينرز المنظفون، منظفون هي كيف كيف زاد بارتي من نمشوا على جوبنا نكروا الكار معناتها ناخذين لي دوسا ناخذ كل شيء وحدنا كيف كيف زاد، هي مامبر من لينيو دي تونيزيان. لينيو
جات الفكرة من إنه كما تحكي أنت بالضبط إنه إحنا نوحدوا الجهود. الجهود. دوك إنه نحنا نحاولوا إنه نخلقوا هيكل. هيكل اللي لم برشا عبيد خاطر زاد السيركوي انت كي باش تمشي فيه برشا احنا وصلت ان سيرتان مومون سيركوي فيه 7 8 كيران دونك كانت الفكره انه نوحدوا الجهود كل الناس الكل يجيو يتلموا الناس الكل نتفاهموا على شارت شارت روندونور سماها نحنا مثلا مع صلات الاشراف هاكا خاطر نحنا هو الروندونور هو مربوط بالداخليه بوزاره السياحه وزاره الشباب والرياضه وبإداره الغابات دونك انت ومن حمايه مدنيه وغيره دونك ثم برشا هيك المدير دونك حالنا بعدين جيت هذيك ان احنا نخلقوا نزرعوا معناتها المبدا نتاع الايكوتوريزم السياحه معناتها المستدامه خاطر عندنا برشا بلايص مزيانه صحيح قداش من ولايه مشيتوا لها لحد الان في البريود هذيك الكل في ادرينالين ما ثمش حتى بلاصه ما ثم كل كامله ربوح الكل كل كل لا معناتها كامبينا حتى في الثلج في الـ في الـ في الصحراء في كل شيء معناتها ما ثمش حتى بلاصه اليوم معناتها بكل فخر نحاول انه دريت تصوير تونس العميق راهي مزيانه برشا بلاد مزيانه 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 برشا يعني نشوف مثلا احنا كي قبلنا كي سافرنا مشينا تركيا والبلايص اخرين بلايص ماهمش معناتها في الكاريتين تاع عين دراهم مثلا صح نتخيل ناقصين فقط له هكا واكثر يعني شكون يظهرهم في الصوره الجميله نتاعها وبعد كي تلمت الجروبات كلها دونك خلقنا كما كنت تحكي انت السياحه البديله اللي هي معناتها التسكيك والتوريزم وخطقها عملنا الميجا فيست ميجا كامبينغ بدات فكره نتاع تلمينا من الاول معناتها العام الاول كانت الفكره انه كل مره في ولايه باش نحاول نفعوا معناتها في التوريزم كيتابل نوزع معناتها نوزعوا المنتوج معناتها شو اسمه المصاريف ولا معناتها ولا المردود نتاع ليفينمون على كل منطقه بدينا بعين دراهم بنزرت منوبه وان شاء الله في السنين الجايين معناتها في بلايص اخرين دونك بديت ب 100 ولا 200 شخص وبعدين اخر ايديسيون اللي حضرت لها انت فيها 1000 شخص اي ما شاء الله كان ايفينمون طياره برشا وكان موجود فيه حتى ديز اكتيفيتي كولتوريل موسيقى ومسرح بالضبط وبرشا حاجات اون بلان ناتور هكا ممتعه حاجه خارج الصندوق شويه مش كيف اللي تعودنا به الترهيد اللي تعودنا به هكا بين اربع حيوت باهي الطبيعه راهي ديما تشارجي انسبيراسيون مسؤوليه اكيد وهذا جربته معاكم ثم برشا حرص على العباد الموجودين تجاني شنو بروجرامكم الفتره الجايه والله كيما حكيت لك انا اول مدخله انا حابين نخدموا شويه على الصغيرات ما تعرفت كيما تحكي انت مدام ولي كنت ارو باش تولي معاكم في اي لا جاري جي بريما تعاون مشترك نحب نقول فما دراسه اي والله شي روحي بزاف تو باش يكون ان شاء الله كي تعاون بيناتكم تنجموا تنسقوا بما انكم تخدموا على نفس الاوبجيكتيف اللي هو صغار ومحليهم كي يكونوا هكا لي ميساج السيانتيفيك اللي انت تحكي عليهم اون بلان ناتور وهو قاعد يتحرك صغير وقاعد نقول كلمتي ميسالش تاكيدا لكلامك دراسه ما خرجت ما عندهاش برشا مؤلمه جدا قال لك المراهقين نتاعنا عمروا وخروا بقدراتهم الجسديه ب 10% توا شخص بالغ عمره 65 سنه وينشط مش سبورتيف يعني يتحرك يمشي ويجي بدنه خير قدراته الجسديه والذهنيه خير من المراهق عملوا قراو صغار في الطبيعه قراو صغار في الكلاس عملوا ليارين فونكسيونيل قاو لاركتيكتور دو سيرفو معناتها تركيبة الدماغ كلها تبدلت مختلفة تماما بين الصغير كيما شخص موجود في الطبيعة كيما شخص كل يوم قدام التابلت والتليفون ماضي موقع يعطيه في العالم الافتراضي مهم جدا راهي الطبيعة هي حتى كنت تشوف انت سيستم ايديكاتيف نتاع فنلندا مثلا نتاع فنلندا هي اكزومبل معناتها اللي هو احد سيستم ايديكاتيف ما تتلمذتهم يقرأ فيه في الناتير اللي يقرأ فيها سيستم فخيني في ألمانيا في يقرأ فيها ولد ولاد مارك زوكربيرغ ولاد الناس اللي الواعية 12 سنة كان الطبيعة ما فماش لي زيكخون جملة معناتها ونحن يصدرونا في التكنولوجيا انت شوف انت حتى مثلا في الأوروبي يقولوا عندهم مخيم الصيفي مخيم الصيفي ونهزوا أم بلان ناتير يعملوا برشا دي زيكتيفيتي وحنا لو كان جون اللي جون ريت انت الكشافة الكشافة راهي متنفس مزيان على الأخر الصغيرات حتى من احنا معناتها قبل كانوا ديما الوالدين يحرصوا على المصايف اما تو قصد تو على قد ما دخلت السوشيال ميديا ولا تكنولوجي ولو بالحق في حاله هك من العزله على المجتمع على ليزاكتيفيتي ويحبوا يعيشوا في العالم الافتراضي مؤخرا بعثت لي جون مراهقه ميساج تستشير فيا في الكوتش قالت لي عندي ادمان على التليفون على الريحه ما نجمش نحيه من يدي مانيش نعمل في حد شيء في حياتي كي تحكي على 17 و18
سنة ماهيش تمارس في حتى نشاط، خاطر تعرف كانت تقرا وحتى في القرايه عينها في التليفون. معناها جيل يلزمنا برشا خدمه. انت علاش ماذا بيك كان يكون ثم تعاون بيناتكم في الموضوع هذا، ونكون انا موجوده ان شاء الله في الفقره. خاطر هو اللي قالته هي مربوط بالادرينالين. مخه ولا لازم كل طول المينوت تجي دوزه جديده من الادرينالين. هي كي تكونكتي كل الكونيكسيون مع سورتو انستغرام زاد مع طولت الحكايه كل علاش عامل الريل هما راه الريل، خاطر كل مينوت لازم المخ يرى حاجه جديده باش يعاود يفرز الادرينالين باش يتحس بالسعاده. والله هذا موضوع اخر، السوشيال ميديا لازم نحكيو عليه وحده، برشا مواضيع متشعبه. اما بما انه الوقت ضغطنا تيجي نحب نكمل معاك المساله نتاع الصغيرات، خاطر قريب. شوف الصغيرات احنا نحبوا نخرجوهم من زون دو كونفور نتاعها كي تحكي مدى. دونك شوف السوشيال ميديا عملت تدجين للبشر. دونك احنا هكا كي تخرجوا من الكومفورت زون نتاعو وتمشوا معناتها يمشي يكتشف يفرغ الطاقه نتاعو وياخذ حتى في الهواء نظيف. حتى الكومبورتمون نتاعو مع والديه يختلف، يتبدل اكيد. دونك احنا توا سما ولينا نخدموا، قبل نخدمنا شويه على الاسكالاد وكل شيء في بالله سخرين، خاطر الطاقه هذيك لازم تدفرغ في 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 مليون اتيرير، مع انك توصلوا الفكره تروا هذيك هذيك راهو كنز، هذيك نحافظوا عليه، هذيك راهو دارنا الكبيره. دونك توا هنا نحضروا في برنامج نتاع مع صغيرات، كل مره باش نخرجوا، خاطر نخرجوا جينيور الجيل الثاني الصف الثاني من لي روندونور. احنا توا معناتها كجروب معناتها لاحظناها انه القدام كلهم محرس وجابوا صغيرات. لكن دوناتير هما دي روندونور معناتها. يعديوا هكا الخبره الاكسبيريونس هذيك اللي عشناهم احنا كبار. يلزم اوبليغاتوار ما يتعدوا هما صغار، يتعدى ويتطور باش تستمر العقليه هذيك في النمو، لان محتاجين لها في الواقع. بالضبط هذه هي. وكانت ما شاء الله المره الاخرى معناتها احنا كي معناتها في لاتونت جينا معناتها في بوزيتيف على الاخر، معناتها اللي زيكو بوزيتيف على الاخر من صغير من الوالدين هي تخرجونا صغار.